اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخت من حبكم يغفر بما قدم النار في رضا يمشي في صباحه وممسى با يحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنا 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 بالشفاعة من المختار في يوم القيامة خلق ربنا ذا الكون لولا لولا رأت حد في المدينة يعتكف في مصلى بالحبيب المشفع لي لك الكدر والجاه أدرك أدرك على من في قصيدة ومغنى صلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علمه علمه وأسماه سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه والحمد لله رب العالمين يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا
المصطفى المزمزم والصفا النبي المصطفى ابن زمزم والصفا من تعالى شرفا كل من صلى خبري 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 يا نوساي نوساي ما عن موسى
Oh.
Allah 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 Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Allah Allah Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Al-Habib Ali bin Muhammad Habib الفاتحة لرسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته أجمعين وجميع أصحاب رسول الله خصوصا أنصار منهم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين ثم إلى رسولنا الإمام المهاجر الله بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى ثم إلى رسولنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا حبيب عبد الرحمن السقاف ثم إلى رسولنا حبيب عبد الله بن بكر عدروس سيدنا الشيخ بكر بن سالم سيدنا الجد أحمد بن محمد الحبشي سيدنا حبيب عبد الرحمن بن محمد الجهري ثم إلى رسولنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي باراس ثم إلى رسولنا الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى رسولنا حبيب حسن بن صالح البحر ثم إلى رسولنا حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى رسولنا الإمام أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفرعه ثم إلى رسولنا وإمامنا وشيخنا وقدوتنا إلى الله بنا علي بن محمد الحبشي وأصوله وفرعه وتمامته ومشايخه وأزواجه وأبنائه سيد الوالد علي أخواني بعبد الله بمحمد حج أحمد وأزواجهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى رسول الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وأصوله وفرعه ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وجميع أولياء هذه البلدة وصلحائها أن الله يغفر لهم ويرحم أن الله يجعل مستقر رحمة على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله الكريم أن ينجي عنا وإياكم أجمعين أن يفتح علينا وعليكم وعلى أهلنا وأولادنا وحاضرين أجمعين فتوح العارفين وفقنا وإياكم في الدين واهدنا وإياكم سميع جيد سواء السبيل علمنا وإياكم التأويل وجعلنا وإياكم أجمعين علماء أتقياء صلحاء نجباء أن الله يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأخواننا أصحابنا ومن أوصانا بالدعاء واشفي مرضانا وعافي مبتلانا وامري من السر وعانا ولا تخيب رجانا وارزقنا وإياكم أجمعين أرزاقا كثيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف العافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية وأن الله يحفظنا وإياكم أجمعين من شر الأشرار كيد الفجار وطارق الليل وطارق النار إلا طارقا يطرق بكل خير واحفظنا وإياكم من شر كل حاسد وباغت وعدو ومن شر السحرة وأعوانهم من شر الشياطين الجن والإنس من كل آفة في البر والبحر والجو وزقنا إياكم السلامة إنا كنا وعافنا وعفو عنا ونسأل الله الكريم يحفظ المسلمين ويرحم المسلمين وأن الله ينصر نصيب صلاح الإسلام والمسلمين ولا يهلكنا ويهلك مهلاك وصلاح الإسلام والمسلمين وأن الله يطفي نار الفتن بلدنا هذا خاصة بلدان المسلمين عامة ورزقنا وإياكم أجمعين الاطمئنان والأمان والرخاء والسعادة ونسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهرين في هذا الشهر العظيم من العائدين الفائزين الظافرين برضا رب العالمين يعيد علينا وعليكم وعلى أهلنا وأولادنا وعلى الأمة المحمدية أجمعين سنين بعد سنين وعوام بعد عوام في خيرات ومسرات وأفراح وعلى ما نوى حبيبنا الشيخ وأهله وأولاده إن شاء الله يبلغ أمالنا وأمالهم كلها يا الله وارزقنا وإياكم أجمعين حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد
محمد أشرف بدر فرقان أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أعلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. يا ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قل تعوى. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قل تعوى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توزى. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا
الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا إمام الرسل يا سندي What?
المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أجداده الإسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تعداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى
لاحظته العيون فيما ابتلته بشرا كاملا يزهي الظلام صلى الله عليه وسلم. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه وسلم. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان صلى الله ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والرجاء صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان نشر ذكره النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الوامرة، ففلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي، ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله. وإن كانت الأرسل لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنها تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، قعدت عن في هذه الحضرة الكريمة ولا عجت شوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع. أمين. فادخلان في شفاعتي هذا النبي الشافع. أمين. ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله على يا
قادر معاني يقينا عندما كشف اللسان Yeah.
اختصت من شاءت من البريه بكمال الخصوصيه صلى الله عليه وسودعت هذا النور المبين اصلب وبطون من شرفته من العالمين وتنقل هذا النور من صلب ادم ونوح وابراهيم صلى الله عليه حتى اوصلته يد العلم القديم الى من خصصته بتكريم ابيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وامه التي هي في المخاوف امنه السيده الكريمه امنه فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وطمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عنا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد السمين
الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج صلى الله عليه. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله عليه. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم لبروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود ثدج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور صلى الله. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضع أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلقت سبح الكمال من النور عن عمود وبرز حامد المحمود مذعنا للعظيم بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول
وسلم عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلاة. مرحبا
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الدسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه بنفسي أفدي خير من وتأثرا نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي أفدي خير من وتأثرا نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مراء أمين ومأمون على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من قرى أتاه أمين الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعبد في عراء وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة المرفوعة القدر والذراع خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والجراح حبيبي
رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رعم يدري بنا كل من درى حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا طرا حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن منبرا فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدر بجدب وقعت القد مادى وفتنة وجور ولاة ألصق الكل بالعرى فسله تعالى يبدل الجدب والغلا بخصب ورخص في المدائن والقرى ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظ للعدل من سنة الكرام فيا ربي يا رحمن شفع نبينا فيا ربي يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا واكف من جار واجترى ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وهدف مرامي كل من خان وامترى وخذ بنواسينا إلى الحق والهدى واختم لنا بالخير إن أزمع السرى فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرى وصل على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارك شرى
مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد وما المزل أمطر وصلي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كل ما بارك شرى وتمت وفاء الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معطرا يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأدجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه. فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فإنه سوف يجمع من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية. فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يملك أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا دهر. صلى الله عليه. فإن العناية الأزلية انطبعت على أخلاق سنية وآمت في صورة حسنة بدرية. صلى الله عليه. فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بخمرة، واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة. صلى الله عليه. وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه، والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه. صلى الله عليه. قد خلقه الله على أجمل صورة، فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. صلى الله عليه. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر. صلى الله عليه. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. سيد ضحكه التبسم والمشي الهويلا ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء. رحمة كله ووقار وعصمة وحياء، معجز القول والفعل كريم الخلق والخلق مقسط معطاء. إذا مشى فكأنما ينحط من صبد، فيفوت سريع المشي من غير خبام. فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تقيلته أو سناه لها. حبيب يغار البدر من حسن وجهه، تحيرت الألباب في وصف معناه. فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين، أو يدرك الفهم معنى ذات الجلد أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنهم فلو أهدى السنة، للبدر عند تمامه لم يخسفي
وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفا صلى الله عليه برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه صلى الله عليه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعناني صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم صلى الله وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قدم مع الله مقاصدنا قدم مع الله مقاصدنا وزال منا جميع الغم وزال منا جميع الغم قد تمم الله مقاصدنا وتمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الغم
شافعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا شاربنا وكم من اللح علينا كان وكم من اللح علينا قدم ما الله مقاصدنا يا رسول الله
بفضل يعاملنا الله الله عسى بفضل يعاملنا من العطب والغضب نسلم من العطب والغضب نسلم مصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم مصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم قدم ما الله مقاصدنا يا الله يا الله يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى الله وسلم على سيدنا محمد في الأولين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا آمين توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي
في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظاهرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها من فيوضات الأمير. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمدار. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الحدرين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن هدايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من العابدين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحرمنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيئ بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأمطرنا وجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم قربة المكروبين، واكشف اللهم قربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل
الأمر بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. اختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 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 صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تقبل الله منكم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله telah bersama-sama kita ikuti pembacaan maulid, kemudian ditutup dengan doa dan ditambah dengan beberapa munajat dan pujian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita dengar menjadi amalan baik kita kelak dan menjadikan jalan untuk kita menemui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kembali dari tempat ini membawa manfaat yang besar dan insya Allah segala niat kita, niat duniawi, niat ukhrawi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan kita manusia-manusia mukmin yang bertakwa, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan cinta kepada sesama kita. Hadirin yang berbahagia, di dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal bahwa Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia suci yang disucikan oleh Allah, manusia pilihan Allah, manusia yang paling mulia,
dan tidak satupun manusia menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa rahmat bagi alam semesta ini. Sesuai ayat yang berbunyi, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pembawa rahmat, beliau sendiri rahmat. Allah Rahim, Allah Rahman, ajarannya rahmat. Karena itu bagi siapa yang mengikuti atau siapa yang menjadi umat Muhammad, dia harus menjadi manusia yang penuh dengan rahmat. Tadi kita dengar di dalam bait Maulid Al-Habib Ali mengatakan sifatnya Rasulullah rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Rahmat semua, bicaranya rahmat, tingkah lakunya rahmat, apa saja yang dikerjakan Rasul semua mengandung rahmat, yang artinya kasih sayang. Sikapnya tegas, tekadnya kuat, manusianya berwibawa, suci, dan punya rasa malu yang tinggi. Enam sifat semacam ini yang tidak dimiliki oleh semua orang, tetapi sempurna dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu kita yang ada di tempat ini sudah mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasul. Dengan hadirnya kita di tempat ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasul. Maka untuk cinta kepada Rasul membutuhkan juga balasan Rasul mencintai kita. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasul, kita mengatakan cinta kepada Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Ittiba' Rasul, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti apa yang dilarang, mengikuti akhlaknya Rasul, itu namanya ittiba'. Kalau kita mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, tetapi apakah cinta kita mendapat balasan dari Allah? Apakah cinta kita mendapat balasan dari Rasul? Tidak tahu kita. Tetapi pernah satu sahabat bertanya kepada Rasul, saya ingin tahu bagaimana kecintaan Allah kepada diriku ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, di mana kau letakkan Allah? Kalau kau letakkan Allah di dalam hatimu, kalau kau jadikan Allah semua tindakanmu karena Allah, di situ kau akan mendapatkan bahwa engkau dicintai Allah. Seperti sekarang kita di tempat ini, kita cinta kepada Rasul. Kita dengar bagaimana kedudukan Rasulullah. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, akhlak kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul atau belum? Akhlak pribadi, akhlak rumah tangga, akhlak bermasyarakat, akhlak berbangsa, sesuai tuntunan Nabi atau belum?